السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ورجعنا فيديو جديد على القناة. زي ما شفتوا عنوان الفيديو، يوم عن الجهاز من شاومي من الفئة المتوسطة بدعم 5G وبسعر لا يتخطى 490 دولار فقط لا غير. رح نعرف التفاصيل بعد انترو القناة. بداية ياريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وافقع لايك للفيديو عشان نستمر بهذا المحتوى. وفي نقطة لازم أذكرها، حاليا هسا على القناة 1070 مشترك، راح نحاول نوصل هاي القناة تبعتنا ل 2000 مشترك خلال شهر كامل، نجيب كمان 1000، يعني بصير مجموع على القناة 2000 مشترك. فياريت تدعمنا، تحط اشتراك القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. فهاي الخطوة لازم نحققها في هذا الشهر الحالي. ونفوت على تفاصيل الجهاز على طول. الجهاز هون معتمد من شركة شاومي، المصنعيته كثير ممتازة وبسعر متوسط جدا، والجهاز بدعم 5G، أكبر تطوير حصل على تليفونات شاومي من الفئة المتوسطة. قدم لك هون شاومي سعر مقابل الأداء على هذا الجهاز. نبلش بتصميم الجهاز. الجهاز من الزجاج الخلفي وزجاج الأمامي مع فريم الألمنيوم. سمك الجهاز 7.9 ملم، وزن الجهاز 192 جرام، شوي ثقيل. ظهر خلفي من زجاج، بحته 4 كاميرات خلفية مع فلاش مزدوج مع شعار شاومي جهة الحتانية من ظهر الجهاز، وما عليك من غريل جلاس. عندك الفريم من الألمنيوم. أسفل الجهاز موجود شحن USB Type-C 2.1 بدعم شحن سريع 20 واط. عندك منفذ 3.5 جاك. عندك سماعة مونو واحدة، ويوجد ميكروفونين اثنين تسجيل صوت وعزل الصوت. أما جهة اليسار من الجهاز بدعم شريحتين اتصال أو شريحة وذاكرة فقط. احنا خلصنا من تصميم الجهاز. تصميم الجهاز من الآخر تصميم مصنعي جدا ممتاز، والمواد المستخدمة فيه كثير حلوة وفخمة. ننتقل لمواصفات الداخلية ونبلش أهم شيء بالجهاز هي الشاشة. الشاشة اليوم عندنا في الجهاز أموليد 6.5 إنش فول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 392 بكسل كل إنش، 1080x2340 بين قوسين فول اتش دي بلس. تدعم أولويز أون ديسبلاي، إظهار معلومات في الشاشة المنطفئة. هاي معلومات الشاشة. الشاشة مصنعيتها من سامسونج المعروفة كثير في الشاشات، وحجمها كبير ومناسب لمسكة الإيد، والشاشة دقتها عالية وتيجي بأبعاد طولية 19.5 إلى 9. الشاشة هون راح تعطيك، إذا أنت بتحب تتابع محتوى أو تلعب هون راح تعطيك أداء جدا خرافي نفس موجود على مي 90. خلصنا من الشاشة، ننتقل للعتاد بين قوسين المعالج وملحقات. المعالج عندك اليوم غير المعالجات موجودة في هواتف شاومي الحالية. عندك نسخة واحدة هي كوالكوم سناب دراجون 765/7 نانومتر جي. أقوى معالج للفئة المتوسطة هو المعالج سناب دراجون 765، بينافس قوة سناب دراجون 835 من ناحية القوة. فمعالج هون عطلك يا شركة شاومي جدا قوي. زي ما ذكرت لك هو جهاز بدعم 5G. المودم 5G غير مدمج في داخل المعالج، موجود خارج المعالج، لأنه 5G بيستهلك كثير طاقة وحجمه كبير. فمن شركات مثل هواوي موجودة في الكرن مدمجة 5G، أنا بسناب دراجون تفضل إنها تبعدها عن المعالج. المعالج ما قلت لك 7 نانومتر، موفر في الطاقة، مدعوم NPU ذكاء اصطناعي محسن. المعالج مقسم النواة الأولى الكبيرة 2.4 جيجا هيرت، ثلاث أنوية 2.2 جيجا هيرت، وأربع أنوية 1.8 جيجا هيرت، مع معالج رسوميات الأدرينو 620 اللي ممتاز وبعطيك أداء رسوميات عالي جدا عالي، وممكن تشغل عليه أقوى الألعاب على جرافيكس مثل ببجي HDR ألترا فريم. فهون المعالج راح يعطيك أداء جدا 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 قوي على هاي الفئة السعرية، وأقوى من الكرين 810 بفارق كبير. المعالج بيجي اكيد معاه رام وروم. الرام هي عندك 6 او 8 جيجا حسب السعر، 128 جيجا موحدة، ونوع ذاكرة التخزين UFS 2.1 السريعة جدا، ونوع ذاكرة LPDDR4X. عندك هون ال4X افضل من ال4 بفرق 30%. عندك هون نقل بيانات راح يكون اعلى، ورفع كمان راح يكون اعلى، وبدعم المايكرو SD 512 جيجا للذاكرة. بالمختصر عتاد وخطة جدا جميلة على هذا المعالج. ناحية الذواكر، ناحية المعالج راح يعطيك اداء ممتاز، ومعنى خوف من الأداء جدا جدا الأداء ممتاز. والجهاز عشان يعطيك أداء ممتاز فيه شاومي ميو آي على أندرويد 10 راح يعطيك أداء ممتاز مع العتاد الموجود عليه. أما بالنسبة للكاميرات، وهون النقطة الحاسمة في الجهاز، الكاميرات رباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بكسل عدسة رئيسية، الثانية 8 ميجا بكسل زاوية واسعة ألترا وايد، والكاميرا الثالثة 5 ميجا بكسل تصوير المايكرو، والكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل عزل الخلفية. كاميرا 48 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.8، والثانية الألترا وايد 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة 2.4 اللي تصوير المايكرو، والكاميرا الرابعة الدبث
اوف فيلد 2.4. هذه العدسة الرئيسية F1.8 جدا ممتازة تطوير الليلي، والكاميرا الالترا وايد 2.2 جدا حلو كمان هذا الرقم، بس الكاميرا الواسعة 8 ميجا بكسل راتك جودة اقل من الكاميرا الرئيسية في التصوير. والكاميرا الثالثة زي ما قلت لكم اياها هي المايكرو، تصوير اشياء صغيرة جدا اللي ما بتقدر الكاميرا الرئيسية تقرب عليها. الكاميرا الرابعة زي ما قلت لكم كمان الديبث اوف فيلد، عزل الخلفية عن شخصية. والجهاز بدعم السلو موشن 960 فريم، والجهاز مدعوم تقنية ثبات الرقمي EIS مش OIS لمنع الاهتزاز أثناء تصوير الفيديو. ومن الأوضاع الكاميرا وضع العزل الخلفية، وضع تصوير مايكرو، وضع الليلي، وضع تصوير الاحترافي برو، وضع المشاهد بذكاء اصطناعي يتعرف على مشهد تقريبا رقمي 10X رقمي مش حقيقي بين قوسين. والفيديو ممكن يصور هذا التليفون 4K 30 إطار، Full HD 60، Full HD 30، والHD 960 فريم. يدعم فلاش مزدوج يعطيك إنارة جدا ممتازة، ويدعم الكاميرات أوتو فوكس القويات. الكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل، بس المعيب في هالكاميرا فتحة العدسة F2.5، عدسة ضيقة جدا فراح تتعبك في تصوير الفيديو أو تصوير الصور، لأنه راح قلل من إمكانية الكاميرا تدخلها ضوء للحساس، فراح تكون عيب الكاميرا أمامية. تشوف الجهاز ونشوف كيف رد فعل الناس عليها. دعم العزل الخلفية، دعم تقنية HDR ذكاء صناعي، ممكن تدعم كمان سلو موش، تدعم ما بتدعم الفلاش، وفيها فيديو فول HD 60 برو ريزوليوشن. الجهاز بدعم بلوتوث، وبدعم USB Type-C 2.1، وبدعم أشعة الحمراء انفراليد IR، وبدعم التسارع جيروسكوب سنسر ماجنيفيت فيل سنسر والقرب والبوصل وماسح الأصبعة، مدموج في شاشة AMOLED معروف جدا نفس سرعة تبع المي 90، يعطيك جدا أداء قوي المسح البصمة. نسبة للبطارية والشحن، هون نقطة كمان تميز الجهاز، البطارية 4160 ملي أمبير مع شحن السريع 20 واط كوالكوم 3، والبطارية من نوع ليثيوم بولمر تعطيك أداء جدا ممتاز 7 ساعات سكين أون تايم على 5G، عطيك أداء ممتاز على هذا الجهاز. بس لحبيت لو كانت 4500 زي ما شفناها على الشاومي ريدمي 8 برو، بس عندكم فضل معين 7 نانومتر راح أوفر في طاقة، عندك شحن كمان بخفر له 20 واط جدا شحن سريع، شحن ساعة وربع بشحن تليفون فول. نيجي سعر الجهاز، سعر الجهاز 128 جيجا 6 جيجا بايت رام 5G 490، 8 جيجا 128 420، السعر جدا ممتاز ناحية المواصفات، فهذا من أفضل التليفونات أنصحك إنك تشتريها. ومن بعض الدول راح نجيب لك الأسعار، بالدرهم 3700 درهم، ريال 1400 ريال 6000 جنيه، وبالأردني عنا الجمارك غالي طبعا معروف عنا، فراح يطلع عنا الجهاز بسعر 300 دولار، يعني أيوه الجهاز 390 بقلو بالأردني بيطلع عليه 310 دينار بعد الشحن والجمرك. وبس هو وصلنا لآخر الفيديو، ياريت تعمل باشتراك، وزي ما قلت لك لازم نوصل القناة ل2000 مشترك خلال الشهر الحالي، فانسانا باشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. كان معكم محمد، سلام.